محطتنا هذه عن كتاب الصحافة الاستقصائية لسيمور هيرش ورواية رفقاء الليل للكاتب أحمد خالد توفيق، المتحدث دكتور علاء نجاح نور أستاذ في كلية الإعلام مع بعض العراقية تقرأ. أحياناً بحكم الاختصاص نلجأ إلى الكتب الإعلامية، لأن الاختصاصنا الإعلام وخصوصاً الإذاعة والتلفزيون والصحافة، فأحياناً نلجأ إلى هذه الكتب الإعلامية. ومن هذه الكتب آخر كتاب هو مذكرات صحفي استقصائي للكاتب والصحفي الاستقصائي سيمور هيرش. طبعاً يتحدث الكتاب عن مجال الصحافة بشكل عام، مجال الإعلام بشكل عام، ومن ثم يدخل في موضوع الصحافة الاستقصائية. أغلب التحقيقات الاستقصائية اللي كتبها سيمور هيرش، هذه التحقيقات ماذا أثارت وماذا فعلت بعد ذلك؟ نذكر مثلا مجزرة في فيتنام اللي حصلت للجيش الأمريكي، وهو اللي كتبها سيمور هيرش. هذه المجزرة واللي حقق في هذا الموضوع هو سيمور هيرش. ومن ثم بعد سنوات فضيحة أبو غريب اللي هو أيضا أثارها سيمور هيرش. فإذا هكذا كاتب وهكذا صحفي استقصائي يثير الجدل من خلال التحقيقات، بالتأكيد كمختصين في هذه المادة، وبشكل شخصي أنا يعني من أدرس هذه المادة للطلبة، بالتأكيد هذه التجارب وهذه الكتابات تأثر بي أولا، ومن ثم أنقلها إلى طلبتي حتى يتمكنون من كتابة هذا الفن العظيم، وهو كتابة التحقيقات الاستقصائية. طبعا الكتاب يتحدث عن الكثير من الأمثلة والكثير من الأعمال اللي شارك بها سيمور هيرش واللي حقق بها واللي جعلت من عنده صحفي استقصائي، وإحنا نسميه أبو التحقيقات الاستقصائية. وأيضا يذكر بها كيفية كتابة هذا التحقيق من خلال فرضية التحقيق، من خلال المصادر اللي يلتجئ إليها في كتابة التحقيق، وكذلك الحل لهذه التحقيقات وكيفية إبراز الوثائق، إبراز البيانات، إبراز الجداول وإلى آخره من هذه الموضوعات. بالجانب الآخر أيضا إلى يعني جانب مجال الإعلام، أيضا هناك كتابات وهناك أسلوب قد يؤثر فينا. والكاتب المصري خالد أحمد توفيق رحمه الله طبعا من الكتابات الغريبة وأسلوب السلس في سرد الأحداث، سواء كانت روايات أو كانت أفكار منقولة. أيضا كتاب رفقاء الليل لخالد أحمد توفيق أثر بي بشكل كبير من خلال القصص الموجودة، وأحيانا يلجأ إلى أسلوب فريد وإلى قصة يعني ممكن أنه يعني بعيدة كل البعد عن بقية الكتاب. مثلا قصة أو رواية رفقاء الليل، يعني كيفية تحول بعض الحيوانات في حديقة الحيوانات إلى أناس في منتصف الليل، ويقوموا بنقل الكثير من الأحداث والكثير من الأشياء اللي بعيدة كل البعد وغريبة ممكن أحيانا على الإنسان. فبالتأكيد هكذا كتابات، هكذا روايات، هكذا كتاب، هكذا قصص، بالتأكيد راح تكون تأثر بشكل كبير بالكاتب وتأثر بشكل كبير بالإنسان المتلقي لهذه الروايات.